في ناس بتلعب كورة في الشارع وناس بتمشي تغني تاخد صورة في الشارع، في ناس بتشتم بعض تضرب بعض تقتل بعض في الشارع، في ناس تنام على الأرض في الشارع وناس تبيع العرض في الشارع، وفي الشارع أخطاء كتير صبحت صحيحة، لكن صحيح هتكون فضيحة لو يوم نسينا وبسنا بعض في الشارع. فارس بقولك يا فارس، فارس فارس الحمد لله اتفضل اتخلى. عبد الله لسه بدري، خدهم خدهم قبل ما يروحوا يعني. فارس الحمد لله. طيب سلام، نهارك قوي. بونجور يا خواجة. عم ابراهيم افتح المحبس، المية مش طالعة. افتح يا عم ابراهيم. قول لي يا عم ابراهيم، هي ماما خرجت ولا ايه؟ تماما في إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم ونقدم لكم موجزا لأهم الأنباء. صباح الخير، صباح النور. صباح الخير، صباح النور. صباح الخير يا انور. صباح الفل يا فارس. صباح الخير، صباح النور. سيجارة فارس، البنت دي مش لاقية حد يلمها من يوم ما اتطلقت وهي دايرة على حل شعرها كده. بس سيب كل واحد في حاله يا انور. ايوه يا عم، بقى في الرايحة والجاية عينيها عليك. طب بذمتك يا فارس، بذمتك انت يا سيجارة مش هتقطع الشغل ده معايا؟ عايز ايه يا انور؟ مالك شغل بنت عزيزة؟ اه مش هتعطلني الشغل انا عشان الشغل انت؟ يا اخي كده كده يا اخي، الواد ده عجيب قوي، حتى كوبايه الشاي مش عايز يقعد يشربها. تعرف ده بيموت نفسه عشان قال ايه؟ عايز يتجوز، وقبل ما يجي معاد جوازه ويكون خلص خالص. ما قلتليش يا فارس، بذمتك بذمتك ما وصلتش. يا اخي خليك في حالك يا اخي. فارس صباح الخير يا فارس. ايوه يا رزق،
بقول لك ايه؟ ما تروحش الحته الليله، عايزك ضروري. طيب. مش هتبطل التقل ده؟ عامل ولا كانك شفتني. بقول لك ايه؟ قول لك اخبارها ايه اليومين دول؟ بتنم المغرب. وابنك؟ ابوه خده يعيش معاه. قالوا له ارفع قضيه، لكن القضيه محتاجه مصاريف ووجع قلب. بسير على الهوا يا ابو ضن كتير، عينيا ليك يا منجاها. ايوه يا جاد. محسن ايه ده؟ في الورق. مش عندك مخ انا بتشغله. هنا ثلاثة كاد. حاضر. وعندك ثلاثة كاد واثنين بندق. لما الباسبور بتاعي جاي وهجي لك واجيب لك خمسة معايا كمان. فرز وعقود. كويس؟ كويس. المهم ايدك على الفكة قبل أي حاجة. أنت اللي طلب يا بشير. مش كراوي. أحوال اللي طبيعي. مناديل ضربة. حد اشتغل عليا عربي. ليه بس حيشتغل عليك يا استاذ نعيم؟ ما تروق بقى. اصل انا مديله معنوان في التلفزيون على هنا. راحت تربوش. روح شوف عربيه سنكره وتعالى. كنت انا بس جنيه. هو انت يا باشا بيجي بالليل ساكن. ايه بس حسب سيدنا الاعمى؟ ده هات في مني 3 جنيه. اعوضهم لك ما تبقاش شيخ بيقول. حرام. ده مسكتني بسرق حلال عليك العشره. على كام؟ جنيه والمشاريب. ماشي. ولا عربي. ايوه جاي. وزع بقى. قول 2 جنيه. نعم. 2 جنيه ليه؟ قلت لك قرصات قرص الماي. انا 53. مفيش. الماتش بجد الواد سيبه مكسور ومش هيلعب. العيال هتنزل باب جديد. ماليش مزاج انا. ازاي بقى؟ انا اتفقت مع كابتن محروس وبطل منه العجوز. امشي اسكندراني. مش وقت وحياة امك. نص اتكل على الله. راح وبعد تفضل نفسك. معلش يا فارس، مره كده ومره كده. اديني 3 جنيه. مرة قد ايه على الماتش؟ 10 دقايق. زي اتفاقنا يا كابتن محروس 30%. بلاش طبعا يا رزق 20% زي كل مرة. الله. اقول لك ايه؟ ماتش لسه ما ابتداش. هنسوق لبط مع بعض مفيش داعي. هو كده 20% واحنا ضايعين. وانا بقى ما اتكلش على ورطة ولا مؤاخذة. استنى بس يا رزق، رايح فين؟ اخد فارس ونمشي. ازاي بس؟ ده الماتش هيبدا. طب بصراحه بقى حسني يا سليم، انت كمان ما ردكش كده. ده عايز يبلعني في كرش. لا، دي الناس كلها جايين عطشان. تقوم تبيع وتشتري فينا. ده انا صرف عليه دم قلب يا جدع. يا اخي اقعد كده بلا مهيصه تلغى. سؤالنا محروس بعد كده؟ طب وديني النبي مع اللي حاطين الماتش ده، وش بقى هيحصل؟ ما تصنع النبي بقى يا رزق، الراجل ما يقصدش حاجه. طب بقول لك ايه؟ نقسم البلد بلدين 25%. 30%. احنا اتفقنا على كده يا حسني. عشان خاطر حسني سليم صح. الله. طب ايه يا رزق؟ ما بلاش اللون ده بقى. طب عشان خاطرك انت بس يا كابتن حسني نخليهم 25% بس على شرط. اقف على الايراد لحد التذاكر ما تخلص. مساء الخير يا كابتن. اهلا كابتن حسني. نوفي وشرف. خليها. بقول لك ايه؟ الليله ليلتك. عايزك تجيب 5 تجوان على الاقل. ربنا يسهل. وخلي بالك الواد سيد ماسوره الباك بتاعهم ما بيعرفش ينط كويس، بيرقص على الارض زي الجن، انما فوق ولد مليه. وخلي بالك الجون بتاعهم اشول.
الكبير نجم كبير ثاني بنلعب الكره الطراف وحبيب الشمس على رال ولا ايه؟ معلش يا معلم، مش عايزك تخسر يا معلم. ماشي. في 2 جنيه ب 14 جنيه. 12 13 14 وكمان 10 جنيه نصيبك في الرهانات. نقسم منهم بقى 3 جنيه ونص اللي دفعتهم لك في القهوه. يا جدع بطل سرقه بقى، ده انا دافع 3 جنيه بس. ايوه فسدتني يا اخي. ما تخصم كمان حق الاكل. لا حد انت اللي هتدفع الليله. اديك متريش واخر فل اهو. اسمع يا رزق، الطريقه دي مش هتنفع معايا. طريقه ايه؟ انا اسمع ما اقول لك. اذا كان عندك حد تاني يجيلك اكتر انا تحت امرك. اه. لكن تطمع؟ لا. العمليه مش جايبه في بصراحه. بقول لك ايه؟ ما اذا كنت شايف لك شوفه تانيه قول لي عليها. اللي انا شايفه بصراحه بقى رزق انك انت بتسرقني. والغريب ان مفيش حاجه بتبان عليك. تكسب ما تكسب اجرب زي ما انت. بتودي الفلوس دي فين؟ ما تكونش بتبلبح. ما ارفعي. مساء الخير. الظاهر في حاجة كبيرة. لا وقتيلة في الدور الخامس. انت عارف البيه القرفان ده؟ ده رئيس مجلس إدارة. انت مش مصدق؟ ما يقولكش المنظر، انا عارفاه، مش على ما فيش. ما انت راجعه بدري للنادي يعني. اخر الشهر بقى والناس مضروبه. عايزه ايه مني يا بنت الكلب؟ ما تنامي بقى.
هات 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 وليه المقتول اللي ساكن عندكم يا فارس؟ اه قتل من اجل السرقه. هم حققوا معاك يا فارس؟ هو لازم يحققوا معايا، مش انا من سكان العماره. سكان العماره ايه يا عم فارس؟ ده انت من سكان السطوح. يعني في العماره بالاسم بس. في ناس بيسالوا عليك يا فارس. حصل حاجة؟ لا ما حصلش حاجة، بس النهارده أول الشهر، أنت ناسي؟ طب وإيه يعني؟ أنا كل شهر بعد عليك يوم خمسة ويوم ستة، إشمعنى الشهر ده مش أربعة أوي يعني؟ أصل 15 جنيه اللي بتديهم للواد ما عادوش ينفعوا. يعني أنت هتطلع أنصح بالمحكمة؟ المحكمة حكمت بكده. بس المحكمة ما تعرفش إنك بتكسب من الكورة. أنت عايز إيه بالظبط؟ عاوز إيه يعني؟ ما أنا قلت لك، وكمان الواد مدوخني. ماله؟ بيزوغ من المدرسة. وطول النهار يلعب في الحار، اضربه ما اضربه ما فيش فايده. وتضربي لي ايه؟ طبعا. ما انت عايز يبص في المدرسه ويطلع صايع زيك. روحي انت دلوقتي، وانا يوم الجمعه عدى عليك. وكمان في حاجه تانية عايز اقولها لك. شكلك كده بتحرجني على حاجه من الصبح. انت عايز ايه؟ اصل جاي لي عريس وعايز يتجوز. ايه؟ ايه مال؟ بقول لك جاي لي عريس. شغال في وزارة الصحة وساكن فوق نادية صاحبتي. يعني ايه؟ يعني هتجوز، عندك مانع؟ يعني انت بقى جاي عشان تقولي لي الكلام ده. ما تتجوزي ولا تروحي في 60 داهية، انا مالي. بس الواد اه طبعا، البيه بتاعك مش عايزه معاه. لا، انا قلت له عليه وافق انه يعيش معانا. اصل مراته ماتت وسابت له بيت هتتربى ويا الواد. ترى يا عم فارس؟ ما تيجوا تشربوا قهوة في المكتب أحسن. بقول لك ايه؟ والله العظيم ثلاثة ده لو اتجوزت لك واخد الواد وعمرك ما هتشوفيه. انا بقول لك اهو ده بعينك. بص على ايه؟ بص على ايه؟ ايه التماحيك دي؟ هي عايزة ايه تاني؟ ده كهن نسوان وانا عارفاه. عايزة ترجع بعد ما شرشحتك في المحاكم وخدت الواد. روحي شوفي الشغل اديك وش. الله، هتطلع غلبك عليا ليه؟ شوفي لي السك. ما
ولا يا بكر، عمال تقول لي لما يجي لما يجي، اهو جه اهو. معرفش هنا عايز ايه؟ هبل ده حلم ولا علم؟ اتفضل يا سيدي، ما تهونيش في الادب على كده. يخرب بيتك، ده انا ما عرفتكش. ازيك يا شعبان؟ ازيك يا ابو الفوارس؟ ازيك يا اد؟ ايه العربيات الحلوه دي؟ تحب تجرب؟ ايه مش خايف عليها؟ لا اشدشها يا عم ولا يهمك، في غيرها وغيرها. شعب يقول لها متين. دخلت يا كابتن، عايزين نلعب. انتوا لسه بتلعبوا اللعبه المهببه دي؟ مين؟ كابتن شعران؟ ما بتجيش في التلفزيون ليه؟ تعال العب معانا شويه. خلاص بطلنا، كان زمان. ازيك يا كابتن شعبان؟ ازيك؟ خلاص بقى انت اهو، يلا العبوا. انزل يا ابني تدشدش. ولاد حرام يا اخي. لا وحياة امك، ده ابن حلال مصافي. ابنك؟ في الكرة مفيش نص نص، يا اما تبقى فوق والناس تهلل لك في الشوارع، يا اما تبقى عادي بقى واي كلام. وانا الحتة دي كانت وجعاني قوي، قلت لنفسي على ايه؟ خدتها من قصرها وخرجت قبل ما يستغنوا عني. لكن انت بقى لو كنت فضلت في النادي كان زمانك بقيت نجم مصر كلها. انت ايه اللي حضفك على الحاره النهارده؟ جاي ابيع بيت العيله، انت عارف حته بيت خيبان بقيت جاي عشانه يجي خمس مرات. ابوك ازاي؟ عيش انت، وانا من قبل ما يموت ما جيتش الحاره. حاولت اخده معايا المهندسين يشم شويه هوا نضاف، مرضيش. الله يرحمه كان غاوي فقر. اه في ناس كده. المهم انت بتشتغل في ايه دلوقتي؟ عندي اجنس عربيات في وسط البلد. يا ابن اللذينه. وانت؟ يعني يا شعبولة شغال في مصنع. طب ما تيجي تشتغل معايا. اه مالي. انا بتكلم جد. ايه يعني؟ هتشغلني في ايه؟ اي حاجه مش مهم. تقف في الاجنس، تسافر بره، تجيب عربيات، قطع غيار. اه كله ماشي. قلت ايه؟ افكر يا شعبان. هتفكر فيا يا راجل. خد الكارت بتاعه اهو، وعد عليا واحنا هنتفاهم، هتنبسط قوي. ده انا برضه شعبان بتاع زمان. فاكر ياد ايام الترسانه والاشبال؟ كانت ايام حلوه والله. وكمان عملت كروت يا شعبان. ده انت بتسوق زي الجن اهو. ما فتحت العمية. لا مش ريهاله. ده انا امك كمان هتبقى على اكلك. هتبقى انت كده بطل بطل. عادي قدامي، عادي. بابا بابا. مع السلامة يا شعبان. مستنيك. ما تنساش يا فارس. مزعل ستك ليه يا واد؟ ازيك يا حماتي؟ الله يسلمك يا فارس. ازيك يا حقيقية والله ما فيش على ازاي المذكة ازيك ازيك ازيك؟ لحد ما تلاقوني. يلا يا واد اسمع ماما. مع السلامة يا فارس. مع السلامة يا شعبولة. مش كنت كلت لك لقمة يا فارس يا ابني؟ ماليش نفس. ليه اتغدى كمان بعد تاكليه بصارة زينا؟ امال هالبصارة يا واد؟ ده حتى ابوك بيحبها. اه بس هو لازم يتغدى عشان يعرف يلعب. صح يابا؟ بلاش لما اقعد. كل وقت تسافر. ما تاخذ الشيطان يا ابني وترجعوا لبعض، الحكايه ما حبكتش للدرجه دي. ربنا يسهل يا حماد. وهالواد يتربى في وسطيك وبطلوا عندي بقى؟ ما انا سمعت انها عاوزه تتجوز. ما هو يا ابني لو جيت للحق هي لسه صغيره، يعني لو اتجوزت ما حدش هيلومها، وانتوا سايبين بعض بقالكوا ثلاث سنين. اهي جت. عواف على عيونك يا حبيبتي. جيتي بدري يعني. يلا تقطع المكنه. حبيبتي كل ساعه وثانيه بتوزع ده، واخر الشهر مفيش كفايه.
California, Sophie on the way with over $1 million. Let the other guys all in the bag. أما من وقت ما إيه نبدا أقولك عايزة تعمل خلاص ورفضها. لما نبقى نجيب مكنة. أنا أقول له إيه؟ بيروحوا في 60 داهية بعيد عنا لا؟ ورديت ياما؟ يا بنتي لو عارفة إن أنت جاية بدري كنت استنيتك ها؟ خليكي حاضر لنفسك. تاكل؟ لا. Whoever laid this contract wasn't worried المكنة بكام؟ مكنة ايه؟ تريكو. تجيلها ب 300 جنيه، ليه؟ مثلا. شفتيني وانا راكب العربية؟ عربية ايه؟ ما انا اللي دخلت عليكم وانتوا خارجين من الشغل. ادي عربية الواد شعبان. ابن ابراهيم لوزة، فاكراه؟ سراماتي. ده كان زمان. دلوقتي بقى حاجة تانية عقبال عملت. عرض عليها اشتغل معاه ب 200 جنيه في الشهر. ده حرامي وقليل الاصل. ليه؟ عايز يطرد الناس الغلابه اللي ساكنين في بيت ابوه، ما كانش كده يهدي البيت على دماغه. هو عايز يبيعه، كان قال لي اهو. حتى عمته اللي ساكنه فيه بقى لها طول عمرها عايز يطردها هي كمان. هو محتاج فلوس اكتر من كده. ده المهم، المهم دلوقتي ان هو عرض عليا. ايه رايك؟ طب وانا مال؟ ان شاء الله حتى تروح تسرق معاه. كان بيسرق عربيات قبل ما يبقى بيه. الحته كلها عارفاها عارفه حكايته. على كل حال انا لسه ما وافقتش. هي حكايه الجواز دي؟ اه وزمانه جاي كمان شويه. هو مين ده؟ عبد المجيد افندي. مجيد محمد لو الحكايه دي بجد ما حدش يشوف الواد ده طول عمرك. اضرب ما تضرب ما هو ده اللي انت فالح فيه. ايه اللي عمل فيه ده يا دلال؟ ده كلام تقوله له يا بنتي؟ اي راجل ما يقبلش على نفسه الكلام ده. ليه بقى؟ هو ماله مالي؟ عايز مني ايه؟ عايز مني ايه ازاي؟ ده جوزك يا بنتي. لا مش جوزي طبعا. اللي هياخد 200 جنيه في الشهر ما ياخد ان شاء الله ياخد 1000 جنيه. فاكرني حرايب. بعدين يا بنتي بلاش نشوفيه الدماغ. الجدع بيحبك وانت كمان بتحبيه. بحبه. حبه برضه. يا فارس. كان زمان ايام السمنه البلدي اللي على اصله. طب انا بقى كنت بفطر ب 20 بيض. ايه ده؟ اه ايام السمنه البلدي اللي على اصله. طب ايه رايك بقى انا مره اترهنت مع محمود دره اللي توعى عليها فارس مش بتاع البوكس. امال ايه؟ ده كان بطل العالم في وزن الريشه سنه 54. بس دلوقتي عنده 12 عيل كلهم في قفا بعض وشغال في شغله في المهمات وحالته اخر غلط بعيد عنك. ماله ده يا كابتن؟ ده انا يوم اترهنت معاه على خروف مشوي. تشتريه؟ تشتريه ايه؟ ياكله. اه ما هو كان افترا بعيد عنك والواحد كان لسه في صحته وحياتك. وقمت بالخروف كله ولما الاني بقى هدمت على الخروف وقربت اخلصه كان هيتجنن يقول لي هتحس يا مورو؟ اقول له لا. هتحس يا مورو؟ اقول له لا. عندك عيون يا سيفارس وكلته كله؟ اه ما هو ايامها كان خروف بجنيه واحد. امال انت دلوقتي بتعمل ايه يا كابتن مورو؟ بديلها رز ومكرونه عشان تتملي. محدش سأل عليا من تلفزيوني عربي؟
الكره اخباراتك في المره جسمه طول عليه ولا فيش غزه وكل ده حل على جسمه اصل دول زي اي حاجه محتاجه تربيه وعنايه وهو دلوقتي بيروح له شغله من بلاء العباسية على عجل ومراته عنداه كل يوم بتملاله مخلة في طرد زيت من اللي بيفرقوه على الأراضي وطول ما هو ماشي بيقرقش فيه مين؟ سلم؟ يا حضانة ازيك يا كابتن؟ ازيك يا سلم؟ انت لسه عايش ها؟ هتلعب يا اسماعيل؟ ما تقعد تشرب حاجة انما اقول بتعمل ايه بورسعيد؟ بيتاجر في المستورة ده عام محد قده معاك ايه بالشنطه دي يا سوري؟ ولا حاجه يا راجل بتلاقيها مليانه صابون وشامبو ومعجون اسنان باشا يا سولو انا مش حاضر اشرب حاجه بس انا مستعجل قوي اخبارك ايه؟ عايزينك في ماتش بورسعيد الواد السنجر بيسلم عليك هتدفعه كام؟ 100 جنيه وادي 50 اهو لا يا سولو عايزين 150 جنيه فيها سفر وشغلانه ما اصل ما اصلش ولا حاجه هي دي الخلاصه على العموم اقول لهم طب استاذن انا بقى على السلامه سلامه حبيبي يعني لازم تحرجه وتقول له شرطه ومش شرطه شوف الدنيا يا جماعه او سلامه ده كان احسن وينج ليفت في البلد هات الرزق ايه اللي ايه هتضرب عوافع على 50 جنيه هتتحاسب بعد الماتش لا معلش انا محتاجه فيها كده يا كابتن مورا عندنا العشه دي ومش مروح وهروح اعمل ايه دلوقتي اديني قاعد قوم اتمشى شويه قوم عربي كام الحساب كله كله 55 قرش ايه ايه ده كابتن عامل عايز الست اللي اتقتلت عندكم دي انا مش عارفها كانت 75 هم تشكر تمام يا سهله وسهل الاحوال دلوقتي يا كابتن مورا اهو يعني عندي شوية عربات خشب وشوية فوانيس كهرباء وأجرهم في المتشاه وساعة كده وساعة كده وربنا بيرزقها برضه يا فارس إيه ده؟ إيه ده فارس؟ دول سلف لغاية ربنا ما يسهلنا خلاص بقى كابتن ده أنت خارج سابع علينا من زمان عندك كم سنة؟ 30 متجوز؟ لا 30 سنة و متجوزتش ليه لغاية دلوقتي يا قلبي؟ ظروف عايش لوحدك في الأوضة اللي أنت ساكن فيها؟ إيه ليه؟ يعني عايش لوحدك بتخرج من اوضتك الصبح بدري وما ترجعش قبل نص الليل بتعمل ايه طول الوقت ده حضرتك بتسالني عن حاجات غريبه او بص لي عادل لما اكلمك يالا ما تخلينا في القضايا احسن بيه انا اعرف شغل كويس قول لي لك قرايب في مصر؟ لا ما بتزورش حد؟ لا ولا فيش حد بيزورك؟ لا
بتاع تجارة؟ آه. تقدر تقول لي يوم الحادثة عملت إيه بالتفصيل؟ بالتفصيل؟ أيوه. صحيت من النوم، دخلت دورة الماية، شطفت، غيرت هدوم النوم ولبست هدوم الشغل، نزلت على السلالم، قابلت البواب، صبحت عليه، خرجت على الشارع، فطرت. وبعدين؟ بعد الفطار رحت الورشة. ورشة ايه؟ الورشة اللي أنا بشتغل فيها. بشتغل ايه؟ بشتغل عمل على مكنة. تاخد كام في الشهر؟ ما بقبضش بالشهر، بقبض بالإنتاج. وبعدين؟ وبعدين ايه؟ بعد ما رحت الورشة. أنت متصور إن أنا قتلتها؟ يعني هما ما قدروش غير علينا عشان يحققوا معانا، ويبيتونا في التكشيبه ليه؟ هو احنا متهمين؟ فارس، انت تعرف الوليه دي؟ انا شخصيا ما شفتهاش غير مرتين ثلاثه كده. هما هيقعدونا هنا كتير؟ هنفرج عنك بضمان محل سكنك، بس ما تسافرش حتة لما تدينا خبر. بقالك يومين ما جتش الشغل يعني، كنت فين؟ ايه مالك ما بتردش ليه؟ طب حبيبتي خليك في حالك. رجعت لها؟ ما انا عارف هتفضل وراك لما تجيبك على ابوزك تاني. ما تصطبحي يا بنت وخليكي في شغلك، انت هتشغلين النهرزان على الصبح. صباح المذيع عاوز مين؟ المذيع. طب وايه يعني؟ يعني مفيش حد على سفيره؟ يا اخي تلهم طراحة. بنعم فارس، الطريقة دي بصراحة ما تنفعنيش. طريقة ايه؟ الغياب كل يوم والتاني، وخناقاتك مع العمال، ده غير الزيارات اللي بتجيلك كل يوم والتاني وتطول دي، ده بقى مش نظام شغل. شغل ايه؟ انا بشتغل بالانتاج. انت فاكر الحكايه كده بقى؟ لا يا حبيبي، ثم انت كمان معطل لي مكنه لحسابك، ودي فلوس ناس، فلوس ناس وعاوزين نلمها يا سي فارس. ما اصل امبارح كنت تعرف حكايه الولايه اللي اتقدرت في العماره اللي انا ساكن فيها، كانوا بيحققوا معايا وبقيتوني في التخشيبة. أنا ما بتكلمش عن المرة دي يا فارس، ودي مش أول مرة. أنا عارف إنك أحسن صنايع عندنا، بس دماغك مش في الشغل، دماغك في حاجة تانية. سيبك بقى من لعب الكورة دي وانتبه لشغلك. كورة بالليل؟ بالليل بالنهار، أه بتأثر على شغلك وخلاص. اسمع يا فارس، أنا بقول لك الكلام ده لمصلحتك وبس. طيب، حاجة تانية؟ لا، مع السلامة. خليك يمين، خليك يمين على طول على طول. تشكر يا سعادة البيت، مع السلامة. أهلا فارس، هما ضربوك؟ مين دول؟ الحكومة. الأول ما سمعت إنك دخلت الحبس كان عقلي حشتني. أنت سمعت إيه؟ البواب بتاع بيتك قال لي. تصدقت بأكبر رزق نعملها؟ اقص عليك يا فارس، دي فكرتك عندي برضو. طب انا كنت لسه بجهز نفسي عشان ازورك بعيش وحلاوه حلاوه. العب امتى يا رزق؟ ايوه حرفضه عدوة من لعبه حريف. شايفين ازاي؟ شد حيلك يا طيب، نص ناس عشان النبي. يا سانجا ما تشد حيلك يا جدع، بطل يا تكفين، اشت عليه وما هلت بيا يا حنين. بقول لك هنكسب يعني هنكسب. انا معانا الحليب بتاع
مصر يا جدع. والله لو ما عدتوا تجيب لي لسه السيد هيكسب. ريا فارس بتدي حيلك امار. وصلك 100 قبل الماتش وادي ال 100 التانيين. انا هاخد ده. المحل كله تحت امرك يا طيب، اؤمر انت بس يا ابو الكباتن. كويس. واخد ده كمان عشان الواد. مش حلو ده عشان بكره رزق؟ مقاس كام؟ مقاس هو مقاس الانسه كده. انتوا نازلين فين يا ابو الكباتن؟ في الحياة التجاري. خلاص انتوا معزومين النهارده عندي على العشاء، اعمل لكم اكله سمك معتبر. لا معلش. الله معلش ايه يا ابو الكباتن؟ واحنا هنغرم حاجه؟ السمك موجود عندنا في المحل. لا مش هنا، محل التاني. حاتم محسوبك تاجر سمك، ومن يومين فتحت البوتيك ده، وكمان يومين افتح مكتب تصدير واستيراد. طب الحاجات دي بقى حسابك ايه؟ حسابي يا ابو الكباتن، ما تصلي على النبي. بقول ايه؟ ما تقعد معانا لبكره ونعمل ماتش حبي. لا معلش، اصلي عندي شغل في مصر. شويه. ده انت طلعت ابن حنت. طب قول لي ما حد يعمل ماتش؟ ما تعودناش على الخيانة. ما تكررهاش اسكندراني، دي حاجة هايفة. هايفة؟ دي حاجة هايفة؟ تبيع الماتش من ورايا وتقول لي حاجة هايفة؟ طب معناه ده إيه؟ تيجي أنا؟ إيه؟ خلاص؟ بقيت شمال عينك؟ ما نكسبش تاخد غص؟ ما تهربش من الكلام يا فارس. الله يا اخي، انا ما اجيش بورسعيد الا لازم اعدي في المعديه اشم هوا. انا كل حاجه المره دي اعدي، لكن خلي بالك انا رجلي دي ضاعت في حركه شقاوه سيدي. عشان ما بتعرفش تجري كويس. انا كنت احسن واحد يجري في اسكندريه، لولا الترمايه ابن الحرام خدني على غفله. انا سمعت ان انت كنت نشال ترمات في اسكندريه، صحيح الكلام ده؟ مالك يا سولو كده يا فارس تبيعني؟ هو انا عيل صغير؟ ده انا رايح لك لغايه مصر. انت مالك انت يا سولو؟ ازاي بقى؟ هي مش في وشه برضه؟ طب اسمع، خد دول وسيبك منهم يا جدع. امسك دول اصحاب بوتيكات مع بعض. امسك Thank you.
الحاجات قلتهم الواد الاستاذ ليك حتتين وماشي لامي. يا الكرم اللي نزل عليك مره واحده ده. كان عندي ماتش في بورسعيد. لقيت متريق. إيه مش ماشيه؟ لا لسه قدامي كام حته لازم اخلصها. طيب انا هخلص دلوقتي. اخر نهار هقعد شويه اشوف الواد. يلا يا جلال التاكسي مستني تحت مره والبنديل عمالة تعيد اصل المحلات بتقفل النهارده من الصيوم. انا مش متفق معاك يا جلال انك تستنيني تحت. مين ده؟ ده الاستاذ عبد المجيد خطيب نازلين عشان نشتري حاجات لبنتي. ويبقى مين حضرتك؟ اسمع مولى مالكش دعوه بيها. انت تقعد تشوفك طول ما تقفل نفسك فيها. مالك ومالك فيه وتتعطى عينيك. اوعى اوعى فيه وتصيب الراجل يا فارس. الله ما لقيتش غير الكوانا ده وزولها. اسمع راجل انت لو ما بعتش عنها هتصلك طعم اسنانك. انت فاهم؟ هي ايه الحكايه بالظبط؟ ازيك يا عم فارس؟ ازيك مال رجلك؟ انت مش عارفني؟ انا محسن. اديني النبي الراجل درزه شطه. ما تيجي تاخدنا في سندوتش. انت مين؟ انا محسن ابن عبد الحكم. ده ابن اختي على بال ما وصلت لك. تعالى خد لك سندوتش. تعالى. ده جنب البلد؟ اه ده اتاري مصر واسعه قوي يا عم فارس. خد لك سندوتش. ده ابن عبد الحكم؟ اه هات سندوتشين كمان يا عم. قلت لك شطه ولا بلاش؟ لا حط شطه. انت محسن؟ خرب بيت ده انا ما شفتهاش من ايام ما كنت في اللفه. ابوك ازاي؟ كويس مفهم معايا قوي وكان نفسه يجي عشان يشوفه. استنى بس. لا والنعمه. استنى استنى والنعمه ابدا. ده اللي عازمك جراي يا عم فارس. خد يا عم خد. خد يا عم فارس. خد. ابوك لسه صوته حلو زي زمان لكن كان قوي مغنى. مغنى يا عم فارس ده عجز واللي يشوفه يقول عنده يجي 50 سنه. ايه ده يا عم ده؟ ايه ده؟ هو السندوتش بكام؟ ريال. ريال؟ يا سلام ده الاسم تبدا وبس. ده انت درس شطه. ابوك عنده ايه غيرك؟ عنده نص دس انا البكر بتاعه. شكرين يا عم ابراهيم. شكرين يا اخويا. ربنا يستر معاك. الراجل اللي جاي بيستناك فوق. انت عارف يا عم فارس انا كنت فاكرك اكبر من كده. اصل ابويا كلمني عنك وعلى ايام وقراك. تعرف عم فارس انا اول مره اركب البتاع ده اهو الاسانسير ده اول ما طلع زي ما يكون روحي انسحبت كده فوق. وكنت اتعود عليه. يا جاه النبي يا مصطفى ده انت ساكن في السماء يا عم فارس. وايه ده كله ده؟ كنت فين بقالك يومين؟ نزل ايدك. خد يا محسن افتح انت الباب خش عشان عايز ايه تاني؟ حضرة الضابط بدور عليك من امبارح، انت كنت فين؟ Thank you.
كنت فين امبارح؟ مش عاوز ترد؟ كنت في بورسعيد بتعمل ايه؟ بيقولوا عليك حريف، خدت كام في ماتش بورسعيد؟ برضه مش عايز ترد؟ المرة اللي فاتت قلت لنا انك انت مش متجوز، امال مين دلال؟ وبكر كدبت علينا ليه؟ انا ما كذبتش، انا ما جاش في بالي ان الحاجات دي هتنفعك. لا كدبت، وانا عارف الصنف بتاعك ده كويس، علاقتك بابوك واهلك في البلد، وعلاقتك برزق الاسكندراني، وعلاقتك بسعاد زميلتك في الشغل. يا ده انت عرفت عني كل حاجه. هما طردوك ليه من اشبال الترسانه؟ انا اللي سيبت. ليه؟ انا حر. المعلومات اللي عندي غير كده خالص. انت اتخانقت مع المدرب بتاعك وعملت له تربانه في دماغه، وعملوا لك محضر في القسم وقضيه، وبعد كده ضربت مراتك وعملت لك محضر برضه في القسم، ورفعت عليك قضيه تطلب الطلاق وحضنت الواد استنادا لتقرير الطبيب الشرعي اللي قال انك انت كسرت لها ضلعين في القفص الصدري، والمحكمه حكمت ليها بالطلاق وبحضنت الواد. انت ايه يالا؟ بلطجي؟ هما طلع الفلوس اللي معاك. كم دول؟ ما عندتهمش. دول اللي كانوا في شقة القديمة؟ فايش؟ كان ممكن احطك في التخشيبه لغايه ما نتيجه الفيش تبان، لكن انا بقى مطمن انك هتقع. هتقع. انا فعلا ما قتلتهاش، مستعد احلف لك على مصحف. ده كلامك انت بس. صح، صدقني. قبل الجريمه بيومين كنت عندها بتعمل ايه؟ هي كانت ست طيبه وشها سمح، كانت بتفكرني بامي. في اليوم ده لقيتها شايله حاجات كتير، شدتهم عنها. والله العظيم ده اللي حصل. تقوم تدخل معاها الشقه وتقعد عندها حوالي ساعة؟ حلفت عليها لاشرب معاها فنجان قهوة، قعدت تشتكي من ولادها اللي سابوها واتجوزوا. بقول لك طب بتفكرني بأمي. وأنت طبعًا قعدت تواسيها عقبال ما تلحق تشوف الشقة وتعرف مداخلها ومخارجها. أنا ما قتلتهاش. تقدر تمشي دلوقتي. والآخر مرة بقولها لك، ما تسافرش في أي حتة إلا ما تدي لنا خبر. خرج عبد الله معاه. ثلاث ايام، ثلاث ايام يحبسوني بتاع ايه؟ هو انا قدرت الفرخه؟ انا عارف هما مخرجينها مع بعض ليه؟ عشان نوقع بعض يا فارس.
انا عارف انهم عايزين كده. فارس ساكت ليه؟ ما تقول حاجه. بخبر ورانا. ما انا عارف ما هيسيبونا في حالنا ابدا. هو انا اقدر اقتل الفرخه يا جدعان؟ عايزين حساب 30 قرش. مين؟ عبد الله يا الف الخراب يا دي الف ليله بعيده. ابعد عني يا تعبان. تعال يا عم فارس. ايه اللي جرى؟ امال الراجل ده كان عايزك ليه؟ لا شويه حاجات بسيطه وخلصت يا مصري. انت ما نمتش ليه؟ انا كنت مستنيك يا عم فارس. ايه مالك يا عم فارس؟ لا اصلي متضايق شويه كده يا مصري. انت علمت؟ يا ليلى الصدى يا اولاد، ده انا ما كنتش عايز اقول لك. في الباقي في حياتك يا عم فارس. مين؟ انت ما علمتش؟ معلمتش؟ يا ريتني ما كنت قلت لك. ايه يا محسن؟ اصل امك اتوفت بقالها جمعه. والله يا عم فارس ربنا يريحك. فضلت قاعده في البيت 5 سنين ما تقومش من على فرشتها. وابويا كان فاكر انك هتحضر الدفن. لكن معلش اخوك المرسي وعمك مسيوني قاموا بالواجب وعملوا لها سهره بصوان. ازيك يا فارس؟ مال زرعتها قمح وطلعت شاكوريا؟ ما تروق. شفتني وانا داخله عند السيد رئيس مجلس الاداره؟ ابن الايه ساكن في حته شقه يا جدع تقولش جنه وعايش فيها بطول. قال على راي الناس يدي الحلق للي بلا ودان. جثه وطول بعرض وفلوس ايه؟ أنا أمي ماتت. أنا عندي نص إزازة كونياك هدخل أشربها. وقلت كفايه على بالي لحد كده. انا عاوز اشتغل في اي حاجه واخش الجامعه. ربنا يسهل ولا لك شغل معاك. يعني مش عارف اشكرك ازاي يا عم فارس. صباح الخير. ريش ان اجنبي يا فارس. يلا. والله لو لك هني انا كنت اتبهدلت اخر بهدلي، لا حاجه تلحس المخ. يلا نعدي بسرعه. بس انت رجليك احسن النهارده. صباح الخير. صباح النور. المدير هو اللي عمل كده يا فارس. انا دخت معاه لكن مفيش فايده. روح اقرا وكلمه قول له اي حاجه، قول له انا كنت عيان. انت ليك عندنا حساب يومين. عادي خدهم من الخزنه وانت ماشي. انا حذرتك اكتر من مره لكن الصنف بتاعك ما بينفعش معاك كلام. اصل اليومين اللي فات لا اصل ولا فصل. عدي على الخزنه خد حسابك وانت ماشي. وده مين اللي معاك ده؟ ده واحد قريبي كنت جايبه عشان اشغله معايا. تعالى. تعرف تشتغل ايه؟ انا معايا الثانويه العامه يا بيه. مش مهم الشهادات، مش مهم، انا بكلمك عن الشغل. تعرف تشتغل ايه؟ اي حاجه يا سعاده البيه.
تاني اعجب سعادتك قوي. هتسال عن فارس. على العموم احنا محتاجين عمال كتير اليومين دول. استناني بره شويه. اسمع، بتلعب كوره؟ لا، بس ممكن اتعلمها بيه، اتعلمها هوي. فارس فارس فارس، ايه سبت الورشه خلاص؟ رفستها برجليك زي ما بترفس اي حاجه؟ انت ايه، مخلوق من ايه؟ مش ناوي تركز بقى؟ عاوزين اعمل ايه؟ قول لهم انك كنت عيان. انت ما بتحسش؟ هو انت اول واحد يغيب؟ ما يجيش منه بقى، انا اصلا شفت شغل تاني. وانا؟ انت ايه، ما بتحسش خالص؟ شوف بقى سعاد، انا اصلي ما انفعكيش ولا انفع لاي حاجه خالص. انا احسن حاجه روحت في نفسي بالحياه. استنى، ما قلتليش هتيجي الليله؟ ما بتزورش ابوك ليه؟ نسيته ولا مستعر منه؟ يا تعجزت هو اشر ده. انت اللي عجزت. ابنك فين؟ ما بتجيبوش ليه؟ مش عايز يعرف جده؟ بابا امي ماتت. ها؟ أه؟ تسمعت اللي انا قلته كويس؟ بقالها كام سنة ما شفتهاش. معاك سيجارة؟ كلنا هنموت. ازيك يا فارس؟ من زمان ما حدش بيشوفك يعني، كنت فين؟ اهو عايش يا نرجس. وانتوا عاملين ايه؟ هنعمل ايه؟ عايشة والسلام. شوف اخواله ليه؟ ما تصدق حد يجنك الا لما تقعد تشتكي. لسه بترقصي زي زمان؟ ارقص ايه يا فارس؟ والنبي تسكت. وانا يا ابني قادرة اطلب طولي ابدا؟ يوم الزمار برضه يا نرجس. انا سامع ان انت لما كنت بترقصي ببالك كنت بتوقفيه على رجلي. صح يابا؟ يا مية كانت الناس فاضية وعقلها فاضي. نعم نعم يا سيبك، لما سبت الدنيا واللي عليها علشان خاطر نرجس كان عقلك فاضي برضه؟ ما تروحي وليه تعمل لنا لقمة ناكلها. يلا. ايه ما تشبعيش من النار ابدا. الله، هو الاكل هيطير ما لسه بدري. قول لي يا فارس، ازاي ابنك الصغير؟ ما بتجيبوش معاك ليه؟ لو وعدتني انك انت بتتقصي هجيبهولي. والنبي انت دايما رايق كده. اما اروح اغطط لكم الغداء. الله، مش عايز حاجه يابا. الراجل بتاع الاقفاص كان ميعاده يجي امبارح، ما جاش. مش كفايه انه بيديني ملاليم، لا كمان يتاخر. مش عارف ان الواحد وراه مصاريف وبيت مفتوح. ايه ده؟ معلش يا بابا، بكره تفرج واجيب لك اكتر. انت مزنوق يعني؟ مش هتيجي مره نزور تربتها؟ رجع مراتك يا فارس، خلي ابنك يعيش وسطيكوا. دماغها زي الحاضر يابا، عايزانا تعطي بنت الكلب.
يسمع كلامه ويرجعها. طيب بابا، سلام. فارس، لما اموت ابقى تفن في البلد. يا فارس، ما تقوليش يا لهوي، ما تقولي يا لهوي، ما تقوليش يا لهوي، يا لهوي منك، ما تقوليش يا لهوي. تعال هنا يا حسام، يا حسام، لنا عم اسماعيل حد من التلفزيون طالبه. تلفزيون؟ مش معقول. انا عندي واحد بقى اجدع مني، حد غلطه ونشكل عليه شويه عيال حلوين واعمل لكم الفرقه الدقايق. بس هم عاوزين هو ده بالاسم. وبقاله مده مش باين. جرايه يا كابتن وزن، يعني صعب عليك انك تجيبه؟ امال فين عم اسماعيل؟ عم اسماعيل تعيش انت يا ابني. 150 جنيه. ماشي، وادي 50 جنيه على البوت. الباقي اتحط في ايدي انا. مفهوم؟ مفهوم، وانا في انتظارك يوم الجمعه بعد الصلاه ان شاء الله. قول يا تساهيل. عن اذنك بقى عشان الحق اكتر. مع السلامه حبيبي. الله يسلمك. ان شاء الله. من عينيا. اهلا يا كابتن. ازاي رجلك؟ لسه بتشوط رجلك. بتقعد. رجلك فين؟ بعتها ولا ايه؟ لا اجرتها خفيف. ايه اخبار اللعب؟ زي ما انت شايف الحال نايم. الناس ما بلاش نفس الحاجه. امال مين اللي كان قاعد معاك ده؟ ده واحد معرفه قديمه من اسكندريه. اه. انا عايز فلوس يا رزق. منين؟ ما انا قاعد قدامك اهو. بقول لك يا فارس، الناس مكلميني على ماتش كده، على مقوسهم يعني في البراجيل. ما تيجي تلعبوا. شوف اسكندراني، مش فارس اللي هتعمل فيه كده. الله الله، ومالك محمود كده ليه؟ اقعد كده وروق. عليا الحرام من دراعي لو حكم اتلقطعها، وانا مش هعرف زيك. فارس! فارس! تفوق وانا اكلك الشهد. محتاج فلوس قد ايه؟ مش محتاج. الله ما تروق امال يا فارس. والله انت قايل اقول لك خد 20 جنيه هم 30 هم امسك امال ما تكسفنيش. الله ده انا زي اخوك الكبير. بس ما تنساش الجمعة الجاية هنسافر البراجيل. رايح فين؟ مروح. بتيجي تاخد لك كاسين معايا يونونوك ويخلوا راسك في السما. انت عارف انا ماليش فيه. الله، يبقى لسه زعلان بقى؟ ايه؟ عايز نحب على راسك؟
ما تنساش الجمعة الجاية. عجلتي بالكريم 140 خليهم خمسه 175 كنت فين؟ بالسين. ازاي الواد؟ كويس. رايحين فين بعد كده؟ هنروح فين يعني؟ مروحين. سيبك موظف محترم بنظاره قاع شفشق برضه. انت هتحترم نفسك ولا لخبط لك وشك بالبتاع ده؟ وانت نادى مش كنت شايفها عريس اكبر من الاستاذ عم جيد ده شويه؟ هو غار يا خار من وشك النحس. قلع. من ساعه ما شنشنت وهو قال يا خفيف. برافو عليه. تقلب بتلبس. فرحان قوي طبعا. استنى. انا ماشي. خلاص الشيرات بتاعته وبعدين يمشي. عمرك ما هتكبر ابدا. مع السلامه ناديه. أنا عاوز أكلمك في موضوع. إيه؟ أنت طبعاً بقيت راجل دلوقتي وتقدر تفهمه. لا أنا عايز أسألك سؤال. أنت إيه مجنناني في الحارة؟ أنا عشان أتجوز بنته. أنت ما بتلعبش في الآلة ولا الزمالك ليه؟ كان الآلة شبيه بالتلفزيون. أصل اللي عاوز يلعب في نادي من دول لازم يلعب فيه وهو صغير. أنا خلاص كبرت. طب أنت كنت بتلعب في التلفزيون زمان، رفضوك ليه؟ ما رفضونيش. أنا اللي سبته. زمان ما تتجنن عليا دلوقتي، تلاقي غلبت عليا في كل حته. هنروح نجيب شنطتك واروحك على طول. ليه؟ انت مش هتخليني معاك على طول؟ فارس! عم فارس، انت دريت باللي جرى؟ خلي باقي معاك يا نعم. فلت يا عم. مبروك. ايه اللي حصل؟ بذمتك ما كنت تعرف مين القاتل ومخبي؟ هو انت لازم تتهمني بأي حاجة وخلاص؟ على
على كل حال الكلام ده مش مهم ابدا دلوقتي، لان عبد الله جارك هو اللي قتلها، ولما جينا نقبض عليه حس بينا، قفل على نفسه وعلى اولاده وعلى مراته الاوضه، وهدد ان هو هيذبحهم لو اي حد قرب منه. وبما انك تعرفه وممكن يطمن لك، ممكن تخرجه من الاوضه علشان انجي العيال. طب انا مالي انا ومال الحكايه دي؟ ده اتجنن وممكن يقتل ولاده ومراته وعايز توقعها على دماغ انا. تتكلم كويس يالا. عبد الله، عبد الله ارجع يا فارس، مالكش دعوه بالحكايه دي خالص. اسمعني بس يا عبد الله، انا هتفاهم معاك. لا لا مفيش تفاهم، قول لهم كده يا خرجوني من هنا يا اما هخلص عليهم. تخلص على اولادك يا عبد الله؟ يا عقل اسمعني، انا هخليك تهرب. ما تاخدش معايا حلاوه يا فارس. صدقني يا عبد الله، انا هخليك تهرب من اوضتي بسرعه قبل البوليس ما يجي. البوليس عندك مال السطوح. مفيش حد هنا يا عبد الله، هم واقفين تحت على السلم. انا هخليك تهرب من حته تانيه. انت بتضحك عليا، انا ما قتلتهاش يا فارس. ما كانش قصدي اقتلها، انا ساعتها وقعت وما كانش قصدي، ما كانش قصدي. انا عارف عارف يا عبد الله، عارف. طب اسمع يا عبد الله، افتح فتحه صغيره وبص، لو لقيت مخلوق على السطح اقفل تاني. ها؟ بسرعه يا عبد الله قبل الوقت ما يعدي. انت هتخرج من هنا على اوضتي، على السطوح اللي جنبينا، وتقفل بسرعه قبل عدده ما يزيد. يلا، يلا يا عبد الله، يلا على اوضتي على الشباك على السطوح جري، يلا. لا انت بتضحك عليا. خلاص يا عبد الله انت حر، هتضيع الفرصه من ايدك. يعني مفيش حد خالص؟ مفيش، بس كمان شويه هيبقى فيه عبد الله. تعال تعال يلا يا عبد الله، تعال. عملتها فيا يا بيت. وده اللي انت عايزه ان شاء الله؟ تنادي دلوقتي انصاص العيله في شوارع بيصيح؟ مش مخفيك نفسك؟ عايز تطلعه زيك؟ والمبحر يا شريف انا عايز تاخده تاني من ورايا، انا كنت ببلغ البوليس وقايل انك خطفت.
صباح الخير. صباح النور يا عم فارس. انا كلمت عم ابراهيم البواب واخر الاوضه بتاعت عبد الله. اصل مرات عبد الله سابت الاوضه وسافرت البلد. قال لي هاجرها ب 20 جنيه. هو كان مأجرها لعبد الله ب 15 جنيه. والنبي يا عم فارس تخليه يخليها ب 15 زي ما هي. طيب يا محسن. ايه حكايتك مع سعاد يا عم فارس؟ ايه؟ ده كل يوم بتسالني عليك. وبتقول لك ارجع الشغل. هي كلمت المدير والمدير وافق. سلام بقى يا عم فارس. سلام بقى علشان الحق المصنع. مع السلامة. على فكرة يا عم فارس يبان عليا بتحبك قوي. سلام. اللي جابك لغايه دلوقتي؟ وانا خلاص هقعد معاك هنا على طول. وامك؟ مش عاوز اروح لامي ولا المدرسه كمان. ايه ضربتك؟ وديني ان انا رايح لها بعد كده. تعرف تعمل شاي؟ بعرف اطبخ كمان. بابا. ايه؟ انا عاوز اشتغل. تشتغل ايه؟ ميكانيكا زي الواد خالد ابن ام خالد. بواب. طب والمدرسه؟ وين المدرسه هتطلعني ايه يعني؟ مش موظف زي عم عبد المجيد؟ لا يا عم انا اشتغل ميكانيكا احسن. انت شفت عم مجيد ده فين؟ ما هو يا جن البيت. يا ساتر عليه وعلى بنته. ما بتعرفش تعمل حاجه في الدنيا ولا بتحب السينما ولا الكوره. فالحه بس تقعد مسكالي حته عوصه ماشكه ربانه لو قربت منها تدي بالصوت. تاني مرة ينزل فيها الكوبي. بتلعب بهاد بلاش تماحيك والله. لا بقى شغل النهارده ده مش عليا يا سفارس. بلاش سرقة. ده أول مرة ينزل فيها الكوبي. لا بقى نزل في العمارة بصرت بيه ال10 حمر. تاني مرة مش قادر اللعبة ما تلعبش. أنت بتمد إيدك عليا يا أخويا يا فارس. مش عارف اللي مبارك شبه. سيبني عليا يا كيف أصلا. والله ما راجع المشرحة. تعالى سيبني عليا والله ما راجع المشرحة. لك الشغل النهارده. انت اترفدت وقريبك قال لي ان امك ماتت. بقى في حياتك امال يعني ما قلتليش؟ يعني يهمك اذا كانت ماتت ولا لسه عايشه؟ امال انت بتشتغل في ايه دلوقتي؟ زي ما انت شايف مش ناوي تعقل بقى وتركز لك في حته. امال ناوي تصرف على الواد منين؟ الواد متعلق بيك. أول مرة يهرب من المدرسة ويجيك. أنت بتقول له إيه؟ ما بقولوش. إزاي بقى؟ أنت مش خايف على مصلحته؟ عاوزه يتعلم الزواغان من المدرسة؟ أنت كمان بتضربيه؟ بتضربيه ليه؟ خايفة عليه. نفسه يطلع ينفع نفسه. ولا هتنفعه أنت لما يصيح. يلا مع السلامة. انت الله تعطيني تمشي. انا عاملة طرح على الغدا النهارده. بتيجي تتغدى معانا؟ لا ماليش نفس. غدا بكرة. بسمع كلام امك يا ارض وبطل تزوغ من المدرسة. ليه كمان بتضربني؟ انا عايز اجي معاك. ما لازم تضربك عشان بتعمل حاجات غلط. حاجة على امك ولازم تربيك. بعد كده مبقاش تجيلي لوحدك فاهم؟ الله طب انا ولا معايا؟ اسمع كلام وبطل غلبة. مش هتعطيني كتاب بكرة عشان تتفرج على اهلي؟ هي بتتفرج على الاهلي ولا على ابوك؟ خلي يكون معاك لغاية ما تلاقي شغل. أنا معاك. ما تسمعش بكرة. حرير قشطة عليك يا بتاع مصر. أنت
اسمر اشت عليك يا بتاع مصر انت. مختار هيكسب، اقول لك فارس هيكسب. تراهن على 5 جنيه معاه؟ طلع طلع اللي عايز يراهن يطلع. ايوه حريف، علمهم اللعبه هندسه. اشت عليك. ولا يهمك غيره، العب غيره، شد حيلك. ايوه يا حريف. بعدين يا فارس بتكلم متعديين. ايه تعبت؟ قلت لك بطل السجاير دي يا كابتن. هتلعبوا ماتش تاني؟ هتلعب يابا؟ ان شاء الله هنلعب. العيال دول صحتهم حلوه قوي يا رزق. أول مرة تسافر بره مش كده؟ أيوه. خلاص العربية اللي تعدي بيها لك عليها 300 جنيه. ده غير مرتبك من هنا ومصاريف سفرك وكله. وما تخافش مفيش عليك خطورة. إيه؟ هتشغلني في التهريب ولا إيه؟ حاجة زي كده. والله وهنتلم تاني يا أبو الفوارس. أنا هبقى أحصلك بره ونقضي أيام هناك زي زمان. فاكر ياد؟ المرة دي بقى في أوروبا وبنات أوروبا اللي ينوروا في الضلمة. قول لي يا أبو الفوارس، عندك حاجة لينا؟
يلا يا بابا يلا الله. ارجع ارجع الصورة 8 جمع صوت 16 5 المنزلة 16 9 رأس البر 15 7 حالة البحر والبحيرات للصيادين رأس البر سرعة الرياح من 5 إلى 9 عقدة المنزلة سرعة الرياح من 6 إلى 11 عقدة البر سرعة الرياح من 7 إلى 10 عقدة. صباح الخير. طبعا النورة مواسعة. ايه اللي مصحيك بدري كده؟ يعني قلقت ساعة ما انت جيت. ايه اللي اخرك كده؟ لا انا سهران شوية كده. إيه انت لسه برضه ما لقيتش شغل؟ لقيت. ألف مبروك. في ورشة برضه؟ لا ده شغلانة كده فيها فيها سفر بره. الله، وشغلانة ايه دي اللي فيها سفر بره دي؟ ثورة العربيات. الله أكبر، ألف مبروك يا عم فارس، أهو ده الشغل بصحيح. ده قدمت ورق في الجامعة؟ السنة الجاية بقى، السنة دي خلاص. على فكرة يا عم فارس، سعاد دي غلبانة وبنت حلال. كلنا غلابة يا مصر. إيه رأيك؟ هايلة. مبروك عليك يا عم، بس اجرها من مرتبك لحد ما تشتري لك واحد. ايه دي مراتك؟ ايوه. يلا اتكل انت. يعني هي عربية ابوك؟ ما هو عربية ابوك انت يا ابني، بص انت في الهوا تقدر تروح القبر. بس يا واد انت وهو بعيد عن العربية. عايز ايه يا فارس بالظبط؟ احنا لما زعلنا واتخانقنا عمرك ما اطلقت زي المره دي. عشان حمار ناقصك البردعه. في حد في الدنيا يعمل اللي انت عملته ده؟ عايز تموتني؟ تعمل لي علقة مستديمة واسكت لك؟
ايه فاكرني هتيا؟ بعد كل اللي انت عملته ده عايزني اطبطب عليك؟ مش تقديش لها زمان. بقول لك ايه؟ ابعد عني احسن لك. هصوت. انا حلف اني ما ارجعلكش ابدا. حتى لو مش هتجوز خالص. والولد؟ هربيه واطلعه احسن منك ومن اللي خلفوك كمان. وزودت لك انا خلاص. حرام. في دقن ما بيبطلوش. ابعد عني. انا هشتغل في الاجنس بتاع شعبان. هاخد مرتب كويس وهسافر بره وهاخدك معايا. ابعد عني. افتح يا احمد. انت هو انت خفت يا عرج؟ لا عطاك اعطينا يا عم. ايه العز ده كله يخرب بيتك؟ سرقها من الدنيا. ازيك يا مختار؟ ما قلتليش سريع منين؟ بتاعتي ولا الحوجة لماتشاتك الفارية؟ ايه ده انا كنت لسه هقول لك على ماتش الاوبيسي بكرة الجمعة في عمنا الرياض. مش هتيجي يا كابتن؟ هو ده اول ماتش ليك مع رزق. طب خلي بالك. سلام. سبحان العاطي من غير مناسبة. كابتن مارو. مين؟ فارس؟ رايح فين؟ اركب افسحك شوية. انت اشتغلت سواق؟ يا عربيتي يا كابتن. مالك يا كابتن؟ يا اخي النهارده حصلت حاجة انما عكننتني قوي. خير؟ انت فاكر الواد لوقا كابتن شبرا؟ عارفه بقاله مدة مش باين. بنته النهارده جهة البطنية وصدقني يا فارس ما عرفتوش. حالته بقت تصعب على الكافي. ايه؟ حصل له ايه؟ بيريل واصفر وممصوص زي الغابة. بقى واحد تاني خالص لدرجة اني ما عرفتوش. وايه اللي عمل فيه كده؟ بيقول لك دخل البطنية من 5 سنين صاحب واحد يا سيدي من تجار المخدرات شافه وهو بيلعب ومن يوم ما دخل البطنية ما خرجش منها لحد دلوقتي. لا حول ولا قوة الا بالله. الله العظيم. لكن ما قلت ليه جبت العربية دي منين؟ اشتغلت في أجانس. نزلني هنا. أنت مش مروح؟ أروح دلوقتي أعمل إيه؟ لسه بدري. ما تيجي تشرب شاي معايا. متشكرين يا كابتن مور. من هنا يا خليك يا فارس. والنبي الواحد قلبه نسي الفرحه من زمان. اهو كده نشم الهوا زي البني ادمين. هنقعد كام يوم في اسكندريه يا يابا؟ اسبوع بقى. مش هتاخدني معاك بره يابا؟ الا انت ما قلتليش يا فارس. انت مسافر بره تعمل ايه؟ شغل يابا. ما انا فاهم.
شغل ايه يعني؟ هشتري عربيات من بره وابيعها في مصر. يا عيني. والنبي انا الفار بيلعب في عيبي من الحكايه دي. حكم الواد شعبان ده ما بيجيش من وراه غير المصاري. يعني مش هتلعب كوره تاني؟ هطلعها بالتلاته بس بعد الماتش ده. اني ماتش يابا؟ اني ماتش؟ ماتش الوداع. ايوه مخ يا ابو مخ نضيف انت قشط عليك. هترجع تاني يا فارس. تعالى لفارس، جاي ترايل ولا ايه؟ اه. على مين؟ الحريف فارس. الو فيو، القديم ولا الجديد؟ مفيش الا حريف واحد يا بابا. تعالى على السهرة الهالة. هي النتيجة كام؟ 4-0. هتخليك لما الماتش يخلص وتلعب على نضيف. وليه؟ مين اللي غالب؟ واختار طبعا. أنا هلعب مع الخسران. اهلا يا كابتن. اهلا يا مختار. راح شويه مخلوف. Thank you.
تاني يابا صحيح. خلاص يا بابا، زمن اللعب راح.